فوق فوق. أنيس أنت الوحيد اللي خدت الكلام كده. أنا كنت هل غدية الأخت لغميدها اختاروا لي إياها. أنا كنت حاسس إن أنا هقدمها بشكل غير طبيعي. أنا كنت وأنت عملت كده؟ كنت واثق نفسي إنك كنت هقدمها أفضل. أنت عملت كده؟ لما سمعت صوتي، لما سمعت الملاحظة بتاعه. سيبك من الملاحظة، أنت سمعت صوتك؟ أنت حسيت نفسك بتنشز؟ حسيت حالي صح مثل أقل ضعيف، صوتي ضعيف. أنا عبالك يعني شنو عبالك أستاذ هادي يعني؟ عبالك أستاذ هادي يأثر بيا يعني؟ مو يأثر بيا، بس أنا قاعد أسمع روحي خطأ. أنا توصل مايك أسوان غير ما إحنا متوقعين. ان انا مش مغنيتش كويس. اكو اخطاء؟ لا اكو. هقول لك اللي انا اثر فيا انا، ان انا شفت نفسي في موقف ان انت كنت في ليفل عالي تنزل اللي هو انا. اي صح، فاهمني؟ ده اللي اثر في، ده اللي حسسني ان انا ايه، زعلان من نفسي. يعني انت بتعرفي تغني، مش فاشله يعني زي ما انت متوقع ان هو قصده كده. لا بس هو عنده مشاغل في حاجات، هو عنده حق فيها، بس ده مش بايدك، والاساتذه كلها شايفين ده، فخلاص ما تحطيش في دماغك. جوجو يا جوجو يا جوجو. تاتي انا مو احس صوتي مثل المخنوق الثاني. لا ثاني تحب. علي اللي اتفاجئت بصراحه. انا اتفاجئت من نفسي. انت عارف، اقول لعباس، اقول لعباس ارفع الصوت، ارفع الصوت. والله اقول له ارفع الصوت، ارفع الصوت لعباس. ما فيش مروان، مروان اسمعني، انا ليش عم بحكي؟ انت جيت في اخر الكلام. تعطى انا بحكي انه انت ضحكت وكله ضحك، وانا فرحانه انه انا غصب عنك. وقلت لي سوري، قلت لك ولو اضحك، لانه انا عم بضحك على حالي. بس اجى رافائيل وقال ملاحظه عني، فانت طالب زيك بالاكاديمي، ما تقول ملاحظه عني. لا جمعت الماضي حكي عني، انتبه ضحك. لا الله، شو قلت لك؟ سكينه شو بك عم تخلي، عم خبرك خبريه. جمعت الماضي كله ضحك علي صفا. لا لا تضحك، مش هي تعطيني ملاحظة. انت طالب زيك، ما تتكلمش معايا خالص، فهمت؟ ما انا قلت له، حاجة تقرف.